لك بدي اسالك سؤال، ليك اخت خالك مين بتكون؟ هي اخت خالك بس مش خالتك، مين بتكون؟ اخت خالي مش خالتك، مين بتكون؟ بنت خالتي؟ لا لا اخت خالتي، ما بعرف عن جد ما بدي افكر فيها. لا ما هي ما بدها تفكير. اخت خالتك، اخت خالك، اخت خالك ومش خالتك مين بتكون؟ ومش خالتك مين بيكون؟ شو قوليها رح تطلع. شو انا؟ ايه انت؟ ايه لا ميرسي كثير لك. اخت خالك مين بتكون بس مش خالتك؟ اخت خالتي. هي منا خالتك. ايه اخت خالك مين بتكون؟ اخت خالي. اخت خالك ما معي خبر اخت خالك. ايه ما انت سالتني هي مين بتكون؟ اخت خالي. اخت خالك قل له هيك بتعرفه. اخت خاله. اخت خالك، اخت خالك ومش خالتك مين بتكون؟ امي. امك مزبوط. ونحن افترضنا في 4 أو 5 اخوه. صعبتها كثير علي. ما صعبتها يا كبير، يعني هي اخت خالك صح؟ انت قلت امك صح. طيب امك ما عندها الا اخت وحده؟ عندها بلا عم بسميلك ياهم. سمي. عام نعمات حياه فدوات كتار كتار اسم الله كتار. كم وحده؟ 5. وكيف بتكون امك؟ مرقي خالتك من التاني، يعني خالتك التاني مش الاولى. حسن فيها بالنهايه هلا هيدي حظوره ومصاري ولا بس هيك سؤال وجواب؟ لا لا سؤال وجواب. ما استفدنا من شيء. لا عميل معروف بابا. عميل معروف جواب سريع. شو يا بابا؟ بركي بركي خالتك اخت خالك مين بتكون وبش خالتك؟ بش خالتك بركي عندك خاله ثانيه. ضيعتني والله ضيعتني. ساعدني اعطيني احتمالات. شو بدي اعطيك احتمال؟ شو قل؟ 3 احتمالات اعطيني لنقي وحده. يعني ممكن تكون خالتك فايزه وخالتك سوريا وخالتك نفيسه. نفيسه ليك هذا الاسم كثير بيعني لي، كانت جارتنا اسمها نفيسه. ميرسي كثير يا كبير حبيبي يا حسون. اخت خالك ومش خالتك مين بيكون؟ خالتي. خالك؟ اخت خالتك. اخت خالك. اخت خالك بس مش خالتك مين بيكون؟ مرت. مين بتكون؟ مرت خالي. مرت خالك؟ ايه مرت خالك. الا للجمهور مين معروف عندي حضر. مرت خالو. ميرسي كثير. هلا. اخت خالك مين بتكون؟ مش خالتك مين بتكون؟ مرت عمي. مرت عمك؟ قل لهم مرت عمي. بيفرقك. اخت اخت خالك اخت خالي ومش خالتك مين بتكون؟ امي. امك بتكون؟ ايه هي اللي قالت لك. هي غششتني بس انا يعني همين يعني بديهيه يعني هي شو. هي بديهيه يعني. السؤال بديهي. طيب معقول يكونوا مثلا 3 اخوه؟ 3 اخوه يعني ممكن تطلع خالتك. خالتي بس هي مو خالتي. اخت خالك اخت خالك شو هي ما في الا امك؟ يجوز تطلع خالتي الاخ. ها ممكن يكونوا 4 بنات مو صحيح؟ بس انت قلت انه لا يعني انه اخت 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 خالك اخت خالك مين بتكون؟ ممكن يكونوا 4 بنات. اي بس انت قلت مو خالتك فاكيد امك. اوكي مو خالتك يعني هن يكونوا 2؟ لا ممكن يكونوا 4. صح كلامه؟ صح كلامه؟ يعني وحدة من عندهن أمي والبقية خالاتي 3. مرسي كثيرك. مرسي مرسي لك حبيبي. مرسي لك. أخت خالك ومش خالتك مين بتكون؟ شو؟ ما بعرف. لك شو مهضوم هالبنون؟ أحلى ضحكة عطتها. سهل كثير. مشجع. طيب أخت أختها أخت خالتي خالك أخت خالك وبش خالتك مين بتكون؟ سهل كتير. خالك اخته مين بتكون؟ خالتي. خالتك بس انا تليك مش خالتي. شو؟ ما بعرف يعني معقول تكون. رد عليك هيك ما بعرف شو قصدي. معقول تكون اختها التانية؟ شو؟ مركي هن 6 اخوة بنات. مو انا حبيبة قلبي. انا مهضوم ولا انت؟ لا انت. الله انا والله بتخجلون بس تقولوا لي مهضوم. هي امي كم اخت عندها؟ امي؟ اخت كم اخت؟ لحظة لحظة لحظة. أمك كم أخت عندها؟ واحدة. إيه. وخالتك أخت خالك بس مش خالتك مين بتكون؟ ما بعرف. هلا هالحركة بتكفي. ميرسي كثير لك. ميرسي. أخت خالك أخت خالك بس مش خالتك مين بيكون؟ أمي. قوية كبيرة. من
منيحة منيحة. زايرة هي اللي بتكون أم للواحد، يعني أمه هو بتكون للواحد. شو هيدا؟ لك بدي أسألك سؤال، ليك أخت خالك مين بتكون؟ هي أخت خالي بتكون، بس أنا مضيع هلا لأنه بالمقلوب. أنت يا ريس، يعني هي أخت خالك أمها؟ إيه أنت يا ريس، بس بدي أقول لك شغلة، أنت ما بدك واحد مثل البنوت يفقع قتلة. لا بدك واحد مثل السمون، قل له جي هيج زمنه ولا وهلا صار زمن السمون. ما بتحكي. إيه بونسوار حبيبي. أنت لا لا على راسي يا قائد. هيك أنت بتمشي بالقلب ولا كيف؟ جلس. ها؟ لا تواخذنا. هيا يا حسن.